استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بقصر البحر في أبوظبي فريق نادي الوصل لكرة القدم بمناسبة تتويجه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثالثة وبطولة دوري أدنك للمحترفين لموسم 2023-2024 للمرة الثامنة في تاريخ النادي. وهنأ سموه خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والطاقمين الإداري والفني وجميع جماهير النادي بتتويج جهودهم خلال الموسم بالإنجازين. مبروك لنادي الوصل. مشاهدينا، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتنوعها البيولوجي باعتبارها إرثا طبيعيا فريدا متأصلا في وجدان أبناء الإمارات يعززه علاقاتهم الوطيدة بالبيئة وموروثها الطبيعي. جاء تصريح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالتزامن مع يوم البيئة العالمي وخلال ترأس سموه لاجتماع مجلس إدارة هيئة أبوظبي للبيئة. وأعلن اتحاد الإمارات للجيجيتسو عن إطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجيجيتسو. تقام المنافسات على مدار 5 جولات لموسم 2024 في كل من أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الصغار والشباب والكبار والأساتذة من 4 إلى أكثر من 30 عام. زايد، الألقاب صنعت لأبطالها. جاهز حق البطولة؟ نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. بالفعل فيديو يعني يعطينا دفعة من الحماس والنشاط، ونتمنى لهم التوفيق. مشاهدينا، حذرت دائرة القضاء في أبوظبي الجمهور من الانسياق وراء الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن المحتالين يعرضون تذاكر حضور الفعاليات بأسعار منخفضة وبعد إجراء المبيعات تختفي هذه المتاجر تماما، وطالبت الجمهور باستخدام القنوات الرسمية المضمونة عند أي عملية شراء. وأخيراً، تنظم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبلين أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، إحدى فعاليات مبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة. ويعكس الحدث الدور البارز للإمارة في رعاية وتعزيز رفاهية وصحة الأطفال على جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية والتنموية والصحية والبيئية وغيرها أيضاً. طبعاً مشاهدينا، هذه كانت جولة حول أبرز العناوين في صحفنا المحلية.